نعم أحمد، يعني هذا الاستهداف لم يكن في مدينة دير البلح، وإنما هو منطقة مخيم جديد، مخيم النصيرات، المنطقة الشمالية الغربية لوسط قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مربعا سكنيا في تلك المنطقة، مما أدى إلى وقوع 14 شهيدا، وعدد آخر من الإصابات قد وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وجزء منهم قد وصل إلى مستشفى العودة التابع لاتحاد لجان العمل الصحي بمخيم النصيرات غربا وسط قطاع غزة. هذه الغارة تبعها غارة أخرى أيضا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة درويش أيضا في ذات المنطقة، ولا يبعد كثيرا عن المكان الأول الذي تم استهدافه قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. وبعد ذلك كان هناك استهدافا إسرائيليا آخرا لمنزل في منطقة ومخيم البريج، المنطقة الشرقية لوسط قطاع غزة، وكان في هذا الاستهداف عدد من الإصابات التي وصلت ولا زالت تصل حتى هذه اللحظة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. هذه الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة لم تتوقف، والاحتلال الإسرائيلي ماض في عدوانه على المواطنين المدنيين العزل في وسط قطاع غزة، ولا تختلف استهدافاته ما بين استهداف بالطائرات الحربية أو استهدافات بالطائرات الاستطلاع أو حتى بالمدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف عن إطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين، بالتحديد المنازل التي تتواجد في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، ومنها ما يصل إلى المناطق الغربية في وسط قطاع غزة مثل مدخل مخيم النصيرات في هذه المنطقة. على أي حال، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، الاستهدافات الإسرائيلية لا زالت مستمرة، وأيضا بيقابل ذلك معاناة الفلسطينيين التي لا زالت مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، بالتحديد عندما نتحدث عن هؤلاء الشهداء، عن هؤلاء المصابين، وهذه الاستهدافات التي لا تتوقف نهائيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيد من أعداد النازحين الذين تزداد أعدادهم، وأيضا تزداد احتياجاتهم التي لا تتوفر منها أي من مقومات الحياة، لا يوجد ماء، لا يوجد غذاء، ولا يوجد أيضا أغطية وملابس في ظل هذا البرد القارس وهذا المنخفض الذي يعصف بوسط قطاع غزة. وبالمقابل الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الإعلام الحكومي في قطاع غزة كان قد تحدث في تصريح له بأنه يجب أن يكون هناك تكثيف لإمداد قطاع غزة بالمساعدات، وأيضا الإنزال الجوي الذي قد بدأت به المملكة الهاشمية الأردنية، ومن ثم كان بالأمس هناك من قبل القوات الجوية المصرية عمليات إنزال لمواد غذائية وأيضا طبية قد وصلت إلى مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتعاون ما بين القوات الجوية الإماراتية وأيضا القوات الجوية الأردنية. على أي حال، هذه المساعدات ينظر لها الشارع الفلسطيني بأنها مهمة جدا، وأيضا ينظرون إلى ضرورة استمرارها كي تخف هذه المعاناة التي تتفاقم وتزداد، وأوضاع إنسانية باتت تزداد سوءا أحمد، لا سيما وأن كل هذه المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بالذات عندما نتحدث عن ما يصل إلى مدينة غزة وشمالها هو بالكاد يصل، وعندما يصل بشق الأنفس يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين عندما يقتربون من هذه الشاحنات ويحاولون استلام هذه المساعدات التي هم ينتظرونها بفارغ الصبر، ليس طرفا وإنما لسد جوع أبنائهم أطفالهم وأيضا نسائهم. محمد، نحن نتابع طبعا هذه الأخبار العاجلة على شاشة الغد فيما يتعلق بمستشفى كمال عدوان وتوقفه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، إذا توقف عن الخدمة بشكل كامل. إذا هذا هو حال المستشفيات الآن للأسف نتيجة نقص المستلزمات الطبية. لكن محمد، حيث تتواجد أنت أمام المستشفى، حدثنا أكثر عن حال المستشفى الآن مع وصول كثير من الإصابات والشهداء وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة وآخرها مستشفى كمال عدوان. ما النقص الذي يعاني منه هذا المستشفى بالتحديد؟
يعني أحمد، قبل أن نتحدث عن مستشفى شهداء الأقصى لنتحدث عن مستشفى كمال عدوان. هذا المستشفى الذي يقع في شمال قطاع غزة، بالتحديد في مشروع بيت لاهية، هذه المنطقة الجغرافية المكتظة بالسكان وأيضا المكتظة بأعداد كبيرة من بالجرحى والنازحين لدى هذا المستشفى. كان الاحتلال الإسرائيلي عندما كان قد توغل في تلك المناطق دخل إلى مستشفى كمال عدوان، قام باعتقال عدد من الجرحى وعدد من الكادر الطبي وعدد آخر من النازحين، كما أنه قام بقتل عدد منهم وهم يتواجدون داخل مستشفى كمال عدوان. ورغم هذه الحالة التي اختلقها الاحتلال الإسرائيلي في اجتياحه، إلا أن القائمين على هذا المستشفى أرادوا أن يعيدوا هذا المشفى للعمل، وذلك نظرا لارتفاع أعداد المصابين وحاجة شمال قطاع غزة لأن يكون فيها مستشفى يعمل بعد توقف مستشفى الأندونيسي عن العمل وعودة بعض أقسامه إلى العمل في خلال الأسابيع الماضية، وأيضا مستشفى العودة الذي حلت به نفس الكارثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقابل هذا الإصرار الفلسطيني بإعادة مستشفى كمال عدوان للعمل بمنع المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية بالوصول إليه، وأيضا يمنع الوصول الوقود إلى مستشفى كمال عدوان. فبالتالي كما تقول الوزارة، هناك خطر يهدد حياة المرضى، حياة الجرحى وكل من يتواجد في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. هذه الصورة أحمد تنطبق على باقي مشافي قطاع غزة، لا سيما ونحن نتحدث عن إصرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال مستلزمات طبية إلا بشكل مقنن لهذه المشافي. وهنا ننوه أحمد بأن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة ولا وليدة هذه الإبادة الإسرائيلية، هذه منذ 17 عام، منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي بحصاره على قطاع غزة وهو يفرض هذه المعادلة وهذه السياسة حصار القطاع غزة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص. أما بالنسبة لمستشفى شهداء الأقصى، فكانت المشفى في أكثر من مرة قد حذرت على لسان المتحدث باسمها أو على لسان إدارة المستشفى بأن هناك كارثة طبية يمكن أن تقع في أي لحظة. المستلزمات الطبية هي على شفا النفاذ وهي تقترب من النفاذ، وكان هناك في أكثر من مرة انقطاع للتيار الكهربائي في ظل نقص الوقود في هذا المستشفى، وكان هناك تهديد لأقسام معينة في مستشفى الشهداء الأقصى بأنها ستتوقف عن العمل، كقسم العناية المكثفة وقسم العمليات وأيضا قسم الحضانة. هذا القسم بالتحديد الذي يوجد فيه أكثر من 65 طفل من الأطفال الخدج الذين لا يمكن أن تستمر حياتهم إذا تم انقطاع التيار الكهربائي الذي من خلاله يتم تشغيل محطة وتوليد الأكسجين في هذه المستشفى. نعم. عوضا عن ذلك نتحدث عن المنومين في قسمي العناية المكثفة والعمليات التي تجرى كلها بحاجة لتيار كهربائي، كما أنها بحاجة لملحة وماسة لمستلزمات طبية بالكاد تكون موجودة. نعم محمد. في مستشفى شهداء الأقصى، ومع استمرار الإصابات بالكاد يمكن أن نقول بأنها يمكن أن تطبي بجراح هذا العدد الكبير بهذه المستلزمات القليلة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد أبو ناموس مراسل غد، كنت معنا من دائرة البارحة.